طيب لو عايز اجمع بقى عناصر معينة في المصفوف، وليكن مثلا عناصر من الصف الاول للصف الرابع الموجودة في العمود التالت، 2 و11 و7 و14، اجمعهم ازاي؟ sum of ال A of من 1 لحد 4 للعمود التالت، واقفل القوس اللي جوه واقفل القوس اللي بره، شوف النتيجة يديني 34. طب لو عايز اجمع عناصر العمود الاخير، عناصر العمود الاخير هقول له ايه؟ sum هتبقى a of 1 لحد 4 بس العمود الرابع، واقفل القوس ده القوس ده، شوف النتيجة 34. 34 بس ممكن الامر ده نكتبه بصورة تانية. نكتبه ازاي؟ نكتب sum ماشي، وبعد كده a of كولوم وبعدين كوما اند اي ان دي يعني للاخر ماشي، معناه ان هو هيجمع لي عناصر برضك الصف قصدي العمود الاخير، هدي برضك 34. طيب لو عايز احذف صف او عمود اعمل ايه؟ ماشي، اول حاجة بحدد العمود اللي عايز احذفه، فليكن مثلا انا عايز احذف العمود التاني، هقول له ايه؟ هقول له ايه اوف، طب انا عايز العمود التاني كله كده، وبعدين التاني ماشي اخليه يساوي قوس مربع فاضي كده اتحذف، لاحظين؟ طب لو عايز يحذف الصف، نقول الصف التاني يبقى اكتبها له ازاي؟ اكتب له ايه بس بدل هنا الكولوم ده هنا اخليه 2، وبعدين اخلي ديت ايه كولوم، شوف النتيجة حذفهولي الصف التاني. طيب نفرض ان انا عايز بقى احذف عنصر، طبعا كده اظنش انه احذف عنصر يعني فيش، مش هيفضل مكانه فاضي يعني، بس نحاول نشوف ان انا احط مكان ديت 2، يعني عايز اشيل العنصر 2 2، شوف كده يقول ايه؟ غلط طبعا، ما ينفعش، مش مسموح بكده يعني، ترتيب المصفوفة ما يسمحش بكده، يبقى لازم نخلي بالنا من الحاجة ديت. هنتكلم دلوقتي بقى عن توليد مصفوفات بأبعاد معينة، يعني اكتب له البعد وعايز المصفوفة نوعها ايه يطلعها لي. فأول حاجة اطلع المصفوفة الماجيك ماشي، اقول له بي بيساوي ماجيك ماجيك اوف 3 مثلا، خلي 3 في 3 هيديني مصفوفة. لو انا قلت له مثلا تعالى نجرب كده امر صم عليه، بعد كده انت بقى جرب بقية الاوامر اللي نفذناها قبل كده، sum of b شوف ايه اللي هيحصل، sum of b يطلع لي بص 15 15 15، يبقى كل بعد كده القطر 15، القطر الثاني 15، الصفوف 15، كل ده هتلاقيه ايه بيظهر في المصفوفة ديت لانها مصفوفة ماجيك. طب لو عايزين نولد مصفوفة كلها زيروز، مصفوفة صفرية بس ليها ابعاد معينة، هقول له ايه؟ ايه بيساوي زيروس 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 اوف، عايزها كام صف؟ عايزها صفين في 4 اعمدة، شوف هيدالي كلها اصفار صفين في 4. طب لو عايزها كلها وانز، مصفوفة كلها وحايد، هقول له ايه بيساوي وانز وانز اوف 3 في 3، عايزة مربعة اي حاجة انا عايزها اهو، بس خلي بالك اصلا مصفوفة يعني احنا كنا بنكتب هنا، بنكتب هنا 3 في 3 و3 عشان احنا عايزينها ابعاد معينة، لكن في الماجيك لازم تكون مربعة، فبياخد منك البعد بحاجة واحدة بس. وعندي لو انا عايز مثلا اللي هي بدل ما يكون كلها وحايد اخليها خمسات، اضرب هنا في كام؟ اضرب في 5، اقول 5 في الكلام ده يطلع لي كلها ايه؟ خمسات.
نشوف بقى حكاية الجمع والضرب، لأن ليهم شروط معينة لازم نتحقق منهم قبل ما نعمل العملية ديت. وإيه هي؟ أول حاجة في عملية الجمع إن يكونوا الاتنين لهم نفس الدايمنشن. لو دي 3 في 3 تبقى دي 3 في 3، 2 في 3 تبقى دي 2 في 3، لأن لازم يجمعهم من نفس الدايمنشن. يبقى نقدر نقول دلوقتي لو أنا عندي مصفوفة إيه وعايز أجمعها على مصفوفة بي، فلازم تكون إيه من إيه ليها نفس الدايمنشن، وليكن 2 في كام في 3. طب معنى كده لازم تكون البي ايه اللي انا هجمع عليها، البي برضك 2 في كام في 3 بنفس الطريقة. طب تعالى كده بقى ندخل مصفوفة اسمها ايه بتساوي 1 2 0 وبعدين 2 و5 و-1. الصف الثالث 4 و10 و-1، 4 و10 و-1 ماشي اهيت. تعال نعمل لها ترانسبوز، نسميها بي بيساوي الاي ترانسبوز. عملت لها عملية تدوير، اجمعهم على بعض، سي بتساوي الاي زائد البي، يبقى لاحظ انا جمعتهم على بعض نفع. طب تعالى كده نحاول ندخل مصفوفة نسميها مثلا سي بتساوي ماشي 2 ماشي هخليها 2 3 وبعدين 4 5 اوكي. واجمع بقى الاي والسي ديت، اجمع الاي والسي. لو قلنا ان مثلا بتساوي الاي زائد السي، لاحظ ان هما الاتنين مش من نفس الدايمنشن، يحصل مشكلة في ايرور في يوزنج الايه علامة الجمع او الطرح. يبقى يقول لك ماتريكس اهي، بص حتى كاتبها لك اهي، ماتريكس دايمنشنز ماست اجري، لازم يكون دايمنشن بتاع الماتريكس بيبقى موافق على عملية الجمع والطرح. يبقى لازم نخلي بالنا من الحتة ديت. وبرضه ممكن نعمل كده في الطرح، يعني ممكن نطرح برضك مش مشكلة، بس لازم ان يكون ليها نفس الموضوع. تعال كده نجرب الطرح، نقول له سي بيساوي فاكر الايه ناقص البي، مش تفرق عادي خالص هيطرحهم من بعض. طب نشوف عملية الضرب. في عندي نوعين من الضرب، اما نضرب العناصر المتناظرة ودي بيشترط ان يكون المصفوفتين ليهم نفس البعد، وفي ان انا اضرب مصفوفة في مصفوفة بس دي بيشترط ان صفوف المصفوفة الاولى قصدي اعمدة المصفوفة الاولى بتساوي صفوف المصفوفة التانية. ازاي؟ اول حاجة لو هضرب مصفوفتين متناظرتين نقلهم نفس الابعاد هضرب عنصر في عنصر بطريقة الاستريك. هقول سي بيساوي الاي دوت استريك، يعني بطريقة الدوت استريك بي، اضرب عنصر في عنصر، اضرب 1 في 1 و2 في 2 و5 في 5 و10 في -1 وكده. نشوف كده طلع لي ناتج الضرب اهو، 2 في 2 ب4، 5 في 5 ب25 ماشي. طب لو طلبنا منه او الاول نشوف هنا ايه اللي حصل. لو انا عندي عشان عايز اضرب بصورة الدوت استريك ديت، الدوت استريك لازم يكون في ايه، اول حاجة هضرب الاي في البي، الاي لازم يكون ليها بعد معين في ماشي نفس، عشان تبقى ايه مثلا قلنا مربعة يبقى لازم التانية تكون مربعة، لكن دي لو 2 في 3 تخيل كده ان هي دي كده اهي، عشان اضربها دوت استريك، دوت استريك في مين في البي، لازم تكون البي عاملة ازاي بردك نفس النظام ماشي. ممكن تكون مرب الاتنين مربعين بس ليهم نفس الدايمنشن مش مشكلة، دي 2 في 3 تبقى دي 2 في 3، دي 3 في 3 تبقى 3 في 3 وهكذا. ده اللي هو نظام الدوت استريك. طب تعالى كده نشوف نظام الضرب العادي بتاع الماتريكس. ضرب الماتريكس دوت لازم يكون كالتالي، انا كتبت السطر ده اهو صح، يبقى كده لازم دي تكون كده
ودي مش مشكلة تكون أي حاجة، وده شيل كده يبقى ضرب. ده الضرب العادي بتاع الماتريكس بيكون كده اهو. ماتريكس حاجة في مثلا في تلات، تبقى لازم التلات تكون تلاتة في أي حاجة تانية، والماتريكس الجديدة اللي هتطلع هتبقى ده في ده. فنشوف كده لو دخلنا ماتريكس اسمها ايه بتساوي، هنخليها اتنين في تلات، اتنين في تلات ماشي. وهناخد ماتريكس جديدة اسمها بي، لازم تكون البي هنا بقى ايه عشان نضربها، احنا قلنا دي اتنين في تلاتة بقت تلاتة في اي حاجة تاني، خليها تلاتة في تلاتة ايه في واحد، نخليها تلاتة في واحد، تلاتة تلات صفوف في عمود، يبقى ممكن نخليها رقم تاني، وبعدين هقفل القوس المربع دي كام، تلاتة في واحد، تلات صفوف في عمود واحد. عايز اضربهم في بعض، اقول السي بيساوي الاي ضرب البي، لازم هنا الترتيب، يعني ضربت بي في ايه مش هينفع، لو ضربت بي في ايه مش هينفع. هنشوف دلوقتي ليه، اهو اداني كام مصفوفة اتنين في واحد. طب شوف جت ازاي، اول حاجة انا كان عندي الايه شكلها عامل ازاي، الايه دايمنشن بتاعها كان اتنين في كام في تلات صح، ضربناها في ايه في البي اللي هي كانت كام، تلاتة في واحد، النتيجة طلعت ايه، سي صح، تطلع اتنين في تلات، اي قصدي اتنين في واحد، اتنين في واحد يعني ايه تلاتة في تلاتة، دول الشرط بتوعي الجديدة تطلع اتنين في واحد. وبكده نبقى عرفنا ضرب المصفوفات، اما عناصر متناظرة لازم كلهم نفس البعد بالظبط ماشي، وما بيهمنيش الترتيب بس لازم يكون لهم نفس البعد ماشي. اما بالنسبة للضرب اللي هو بتاع المصفوفات اللي هو العادي بقى الاستريك بس من غير دوت، الاستريك من غير دوت لازم يكون صفوف اعمدة في الاولى تساوي صفوف في التانية، وما ينفعش نبدل بينهم، لان لو ديت الدايمنشن يعني لو جه مثلا حطينا دي كده خلينا ديت هنا ودي هنا، ايه اللي هيحصل، هتبقى دي تلاتة في واحد ودي اتنين في تلاتة، يعني الواحد مبيساويش اتنين، فمش هينفع، هيديني ايرور. ممكن تجربها برضك مع نفسك وهتعرف ان انا بقولك دوت ايه صح ولا غلط. وبرضه في عملية القسمة هنجرب اول حاجة عملية القسمة بالاستريك، طبعا القسمة بالاستريك او من غير استريك، الليفت واللي هي السلاش وباك سلاش زي طريقة الاعداد العادية ماشي. فانا عندي مثلا مصفوفة عايزين نضرب عناصر اسم عناصر متناظرة بطريقة استريك، يبقى لازم يكونوا ايه من نفس البعد. فانا قلنا مثلا عايزين مصفوفة ماجيك ايه بيساوي ماجيك تلاتة ماشي، وجبنا البي بيساوي ترانسبوز للايه خلاص، دورناها نقسمهم على بعض، سي بيساوي دوت، هنقسم معلش حط الايه دوت استريك البي، هنا برضك ما يشترطش الترتيب لانهم من نفس البعد، هيقسمهم على بعض ويطلع لي النتيجه 8 على 8 واحد على التلاتة بتولت اهو، ستة على اربعة بواحد ونص، وبالطريقة ديت عناصر متناظرة مع بعضيها. اما طريقة القسمة التانية طبعا ممكن تجرب ديت بال احنا عملناها كده بالسلاش، ممكن تجرب الباك سلاش مش مشكلة. اما القسمة التانية فهيت السي بتساوي ايه على بي، بردك ليها نفس الايه
يا اما نشتغل بالسلاش او الباك سلاش وتطلع هي، بس مش نفس الايه، مش نفس القيمة، مش نفس القيمة. نشوف برضك ايجاد الانفيرس يجيبه ازاي. طبعا الانفيرس غير التدوير، غير الترانسبوز، الاثنين يختلفوا عن بعض. فنشوف الانفيرس مثلا، بس الانفيرس هنا لازم يكون المصفوفة اللي عملها انفيرس لازم تكون مربعة. فلو عندي ال A بيساوي ماجيك، هنولد واحدة ماجيك، ماجيك اوف، نخليها تلاتة، ونيجي نقول له عايزين الانفيرس اكس بيساوي انفيرس اوف A، طلع معايا اداد الانفيرس بتاعها. ولو انت عايز تجرب تدخل مصفوفة مثلا 3 في 2 قبلها انفرس هيديك خطأ، لازم يديك خطأ. يعني لو جربنا مثلا كده جبنا مصفوفة سميناها ايه بيساوي 9 8 7، دي مصفوفة 1 3 في 1، شوف كده لو عايزين نجيب لها الانفرس ايه اللي هيحصل، لازم يديني خطأ، اداني ايرور في يوزنج الايه الانفرس، لازم لك الماتريكس ماست بي سكوير، ماست بي ايه سكوير. هنشوف دلوقتي بقى اخر حاجة في الماتريكس واهم حاجة، وهي حل ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل، ممكن يكونوا اكتر من كده، ممكن يكون 4 معادلات في 4 مجاهيل، 5 معادلات في 5 مجاهيل، اي حاجة مش مشكلة، ممكن طبعا معادلتين في مجهولين عادي. طيب عندنا ثلاث معادلات بالمنظر دوت، دول بيتفكوا لايه؟ بيتفكوا لثلاث مصفوفات، مصفوفة معاملات في مصفوفة مجاهيل بيساوي مصفوفة نواتج. ازاي؟ انا يطلع عندي مصفوفة اسمها ايه، ماشي، كلام دوت هيكون مضروب في مصفوفة اسمها اكس، كل ده بيساوي مصفوفة اسمها بي اللي هي مصفوفة النواتج، مصفوفة بي اللي هي مصفوفة الايه النواتج. طب الكلام ده هنعمله ازاي بقى؟ طب هنحل ازاي؟ طب انا محتاج اللي انا عايزه هنا مصفوفة الاكس اللي هي المجاهيل، وتيجي ازاي؟ ان انا اقسم البي على الايه، ماشي. طب تعالى كده ندخل مصفوفة الايه الاول تبقى عاملة ازاي، هيت ايه بيساوي عندي 2 3 5، 3 5، وبعدين المعادلة التانية 5 و7 و-2، 5 و7 و-2، والصف الثالث المعادلة الثالثة 3 و-5 و-1، 3 و-5 و-1، نقفل ايه القوس. بعد كده ادخل مصفوفة البي، مصفوفة البي، مصفوفة البي عاملة ازاي؟ مصفوفة البي بتساوي 9، ماشي، و -6، -6 و10. بعد كده اقول له الاكس بقى بتاعتي بتساوي اكس، المصفوفة اكس بتساوي، هكتب له مصفوفة ايه بقى، بس لازم اكتبها بالترتيب دوت، مصفوفة الايه، وبعدين اعمل له باك سلاش اللي هي عملية القسمة الليفت اللي على الشمال، بعد كده ايه البي، يوم بص الإجابة يديني مصفوفة اسمها اكس اللي هي بتاعت الحل 1 و-2 و-2. لازم لما اجي احل لازم يكون بالمنظر دوت، لازم يكون ازاي بالمنظر ده، اكس الاي والبي ويكون بينهم الباك سلاش، لكن لو غيرت مش هديك الايه، مش هديك الإجابة الصح. طب ممكن تعمل بطريقة تانية، ممكن نعملها عن طريق الانفيرس ونضرب ازاي، اجيب له واي، يعني انت لو عايزين مثلا هنا
احنا عايزين نجيب الانفرس للايه، هي طبعا احنا لو لاحظنا ان هوت ان هو قاسم البي على ايه، على الايه. طب افرض احنا خلينا ايه ديت انفرس ونضربها في البي، ماشي، بس لازم برضك بنفس الترتيب دوت. طب تعالى نشوف كده نعمل ايه. اقول مثلا واي بتساوي انفرس الايه، انفرس الايه، انفرس الايه، ماشي. بعد كده هقول له بقى ايه الاكس بتساوي، بس نخلي بالنا ان برضك الايه هي اللي هتيجي الاول، او احنا معبرين عنها في صورة واي. دلوقتي لما جبت الايه انفرس هتبقى واي، بس لازم اكتب واي كابيتال، انا كاتب واي كابيتال. بعدين في لازم نقول يبقى واي في المصفوفة بيه، نشوف النتيجة طلعها لي برضك كام، واحد وسالب واحد واتنين. طب ممكن ان احنا نخلي البي مضروبة في الواي، ما ينفعش زي ما قلنا، لازم الترتيب، لازم الايه الترتيب. تعال نشوف مثال تاني، هدخل على طول المعادلة الأولى وعناصر البي، مش لازم اكتب الايه التلات معادلات. فعندي كانت الماتريكس ايه، طبعا عامل ماتريكس الايه سمول، هنا هتبقى واحد، معنى كده ان اكس واحد بواحد، واكس اتنين معاملها بواحد، واكس تلاتة معاملها بكام، بواحد. وبعد كده ادخل الصف التاني وهي اكس واحد بواحد، واكس اتنين معاملها باتنين، واكس تلاتة كان بتكام، بتلاتة. وبعدين ادخل الاكس واحد للسطر التالت او المعادلة التالتة كانت بكام، اكس واحد بواحد، اكس اتنين بتلاتة، وبعد كده اكس ار اكس تلاتة باربعة، واقفل القوس. وبعد كده ادخل مصفوفة البي اللي هي النواتج، اللي هي كام النواتج بكام، سبعة وستاشر واتنين وعشرين، سبعة ستاشر اتنين وعشرين. وبعد كده عارفين احنا هنعمل ايه، الاكس بيساوي ايه على بي، اكس بيساوي الايه على بي، بس بايه، بالباك سلاش، بالباك سلاش اهيت ايه على بي. شوف النتيجة، واحد واحد وايه تلاتة. برضك ممكن نعملها نضرب في الانفرس، يعني ممكن نجيب سي بيساوي انفرس الايه، ماشي. وبعد كده اخد الانفرس ده اضربه، بس ناخد نخلي بالنا من الترتيب، يبقى اكس بيساوي سي مضروبة في البي، يطلع يديني نفس النتيجة. وممكن تجرب عدد معادلات اكبر من كده وتشوف الايه الاجابة.